اسم الله الولي من الأسماء التي وردت في القرآن كثيراً، كان منها قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا، الله هو الذي يتولى عباده المؤمنين ويرشدهم إلى ما يصلحهم، وهو الذي ينير قلوبهم ليروا حقائق الإيمان وليروا أن الله عز وجل هو الأحق بأن يعبد عما سواه. ثم شبه الله عز وجل هذا الكفر بالظلمات، لأن هذه الظلمات إنما تحجب الأنظار عن رؤية الأشياء ومعرفة حقائقها، كذلك الكفر إنما يحجب القلوب عن رؤية حقائق الإيمان وأسباب صحته. أما هؤلاء الكافرون فأولياؤهم الشياطين، شياطين الإنس والجن،